جايزحالك على 14 ونص يلا يلا شباب طيارة 14 ونص 23 استنفار طيارة فوق هذا سجن هاريم تعال نشوف مساجين هاريم بقى خليني اشرح لك ابو عبد الله راح ساقع هذا مرحبا هذا يلا اطلع معه ابو هذا تديكم يا شيخ يلا خالد بدنا شيء بنزلوا في الشوق الحمد لله اطلاق سراح بعد بعض المعتقلين بعد ثبات عدم تورطهم في حمل السلاح مع النظام الوحشي البائد